السيدة أم يوسف تتفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يا شيخ أنا عندي طلب، ما عنديش سؤال. طيب عندك طلب وسؤال، تفضلي. لا عندي طلب بس ما عنديش سؤال. تفضلي. أنا بنتي عندها مشاكل كتير مع جوزها، في حضرتك اتكلمت في موضوع الحلقة ده، في العنف الاقتصادي جامد جدا، وهو معاه فلوس كتير وشغال كل حاجة زي الفل، وعملنا مشاكل كتير وعملنا أعداد، ورحنا لحضرتك في مركز الإرشاد وربنا يبارك لهم هناك، قعدوا معهم كتير جدا، هو أصلا ما وافقش يروح غير لما أنا قلت له خلاص كل اللي بينك وبين بنتي خلاص آخر حاجة دي، إن أنت خلاص كده طلاق طلاق، ما وافقش يروح غير لما قلت له خلاص المواضيع كلها انتهت، وافق يروح بس عشان ما ايه ما نكملش موضوع الطلاق. راحوا وقعدوا وربنا يبارك لهم عملوا كل حاجه هناك، وبعدين قعد شهر واحد بس، شهر واحد بس انسان عدل، وبعد كده كل اللي كان قبل كده زاد، زاد ايه؟ زاد انه بقى بدل ما يضربها هي خلاص، انا قلت له لو ايدك اتمدت على بنتي تاني مش هستحرم وهقطع ايدك قدام الرجاله وقدام كل الناس، لان انا وعيالي ابوهم متوفي. طيب اخر حاجه عملها بقى انه خلاص يفضل يضرب في العيال لما يقولوا جعانين لحد ما يناموا، لا حول، ويفضل من الشغل انا جاي انا جاي انا جاي وجايب الاكل لحد ما العيال تعيط تعيط لحد ما تنام، ومش عارفين له حل. وهي يعني هي عيني جامعيه وهو مهندس ومعاه مش ما معهوش، وعشان المشاكل دي كلها خدها وقعد في اكتوبر، قدم في الحضانه لا، قدم مش عارف ايه لا، دروس لا، كله لا، بالخناق والضرب وقله الادب والشتيمه وكل حاجه. اول ما تقول له انا هتصل بعمي وخالي، طيب يا حبيبتي وخلاص يا حبيبتي، يومين اتنين عدل، وكل يوم خناق بسبب نفس الموضوع، العيال تعيط لحد ما تنام من الجوع. طيب هات لهم كذا، طب انا مش عايزه اكل، هات لي الولاد. عذاب يا شيخ عشان العيال ياكلوا، عذاب. مفيش كده، حضرتك متخيل كده بيت ثلاجه مفتوحه ما فيهاش غير ميه، حضرتك متخيل مفيش كيلو رز، مفيش ازازه زيت، مفيش بطاطس، كل ده موجود. انا لما بحكي لصاحبتي قالت لي لو حد غيرك انا مش هصدق الكلام ده، فظيع فظيع. طيب فظيع فظيع. طيب طيب طب يا حاج ام يوسف، انا بطلب من حضرتك يعني زي ما حضرتك طلبت مني طلب، قلت لي ان مش السؤال ده طلب، انا بس مش انا عايزك بس، انت قلت كل اللي عندك ولا لسه عندك حاجه تانية يا ام يوسف؟ انا بس هطلب من حضرتك تدعي له ان يبقى انسان صالح وطبيعي، ربنا ان شاء ويهدي الله ويهدي بنتي، لان هي خلاص يا عيني جابت اخرها. طيب حاضر، اولا بقول لبنتك هي ان هي بطله، وان بنتك ديت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها تاج من تيجان الصابرين، وان شاء الله ربنا يجعلها في خير حال. ولكن انا بطلب من حضرتك طلب ان هم يتفضلوا يجونا مركز الارشاد الزواجي مره تاني، واحنا المره دي هنتكلم معاهم بكلام مختلف يتناسب مع اني اخونا عنده شيء لازم نعرف، هل الشيء اللي عنده دوت جاي من النشأة والمفاهيم اللي عنده ديت ان هو ما يصرفش ده سببها اي نوع من انواع الاضطراب؟ فخلينا نشوف هنعمل ايه، احنا مستعدين للمساعدة، وخاصة في حالة الزوجة فيها يعني تقوم بهذا الجهد الكبير جدا جدا للحفاظ على الأسرة، ربنا يبارك لها ويجعلها ان شاء الله في خير حال. بس انا زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين ان احنا ما نستخدمش لغة التهديد معاه. ليه ما نستخدمش لغة التهديد؟ لان واضح انها ما بتجيبش نتيجة. لكن انا كمان عندي نصيحة كمان، ان بنت حضرتك لو ما كانتش بتعمل تعمل كمان، تعمل ليه؟ عشان هي تحافظ على نفسها وعلى أسرتها من إن هي تتعرض لهذه المأساة الشديدة. فهي المسألة ببساطة خالص، احنا محتاجين نقعد معاه، هل هنشوف ده الطريقة دي والحرص ده والبخل ده هل سببه شيء في النشأة؟ فنتكلم معاه ونتناقش معاه، لأن ما أظنش إن في حد عاقل ممكن يضيع أولاده. احنا عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول، وده نوع من أنواع التضييع. الأب لازم بشكل واضح يطعم أولاده، على الأقل يطعم أولاده ثلاث وجبات، لكن لو عيشوا كده من غير أكل يقعد مع أولاده ويتكلم معهم ويقعدوا ويحطوا الموارد اللي عندهم لو هو ما عندوش موارد، ويتفقوا وينظموه مع بعض بما يتناسب مع الموارد، لكن إن هو يعذبهم وإن هم يتعبهم ويخليهم في الحالة دي
ما أظنش إن في حد يرضى بده. يعني بشرى للزوجة اللي هي بتطيع ربنا سبحانه وتعالى وتحافظ على بيتها، لكن في نفس الوقت أنت عندك فسحة من أنك أنت تسعي إلى حل المشكلات، ما ترضيش بالمهانة، لكن في نفس الوقت عليك أن أنت تكوني حريصة أن أنت تحافظي على بيتك بأن أنت تسعي إلى الحل. شكرا لهذه الأم المباركة اللي بتسعى إلى حل بيتها بس بعيد عن التهديد.